السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم سنة أولى؟ تعالوا نبدأ مع بعض المراجعة. طبعا أنت أول ما تمسك ورقة الامتحان هتلاقي أول سؤال هيقابلك هو موضوع التعبير. طبعا في موضوع التعبير أول حاجة هتقابلك أول حاجة هتقابلني أو ممكن تقابلني في موضوع التعبير دي طبعا حاجات متوقعة اللافتة. تعالوا ناخد مثال مثلا للافتة، يقول لك اكتب لافتة تنصح فيها زملائك مثلا بأن يأخذوا حذرهم من هذا الفيروس المنتشر اللي هو فيروس كورونا. ده على سبيل المثال. طبعا احنا عارفين شكل اللافتة، بنعمل مستطيل ونبدأ نكتب جملة واحدة مثلا زي لما يقول لي اغسل يديك باستمرار. طيب ممكن اللافتة تيجي، ممكن يجي لنا حاجة تانية غير اللافتة اللي هي البرقية مثلا. لما يقول لي مثلا اكتب برقية عن نفس الموضوع اللي هو فيروس كورونا، طبعا البرقية بيبقى لها شكل مختلف خالص. البرقية طبعا ببدأ اكتب على اليمين اسم المرسل اليه، بكتب عنوانه، وبعد كده اقول له مثلا الكمامة ثم الكمامة او عليك بارتداء الكمامة، اي جملة مقبولة هتبقى صح ان شاء الله. وبعد كده في الشمال من تحت هبدأ اكتب اسم المرسل وعنوانه. طيب السؤال اللي بعد كده اللي ممكن يقابلنا، طبعا بيقابلك قطعة قراءة حرة، المفروض ان انت هتقراها كويس. المفروض انك هتقرا قطعة القراءة الحرة كويس وبعد كده تبدأ تجاوب الأسئلة، بتبقى موجودة جوه القطعة بإذن الله. طيب بعد كده بيقابلني سؤال القصة، وده سؤال يا سنة أولى بيبقى سؤال إجباري، يعني مش هينفع أسيبه. دي بعض الأسئلة اللي أنا متوقعاها بإذن الله في القصة. بيقول لي رقم واحد، كان عمر عقبة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نقط، وكان عمره عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة نقط. طبعا عمر عقبة احنا عارفين كلنا ان هو كان سنة واحدة. طيب وعندما عاد النبي إلى مكة كان عمر عقبة 9 سنوات. تمام كده. طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني. السؤال التاني بيقول لي كان عمرو بن العاص يفكر في تأمين حدود مصر من جهة، طبعا برافو، من جهة الغرب. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي أول مهمة كلف بها عقبة أن يذهب في سرية إلى نقط. طبعا أول مهمة كده ويسكت، يبقى أول مهمة كلف بها عقبة بن نافع أن يذهب في سرية إلى برقة، واللي كلفه بيها طبعا كان عمرو بن العاص. طب لو قال لي أول مهمة عسكرية، طبعا هقول هنا فتح الشام، عسكرية يعني كلفه بيها عمرو بن العاص عشان يروح يفتح معاه فتح الايه، فتح الشام. طيب تعالوا نشوف السؤال الرابع بقى. بيقول لي فتحت مصر والشام في عهد الخليفة، طبعا كلنا عارفين في عهد الخليفة مين، برافو، عمر ابن الخطاب. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي أول عمل قيادي تولاه عقبة، والسؤال ده مهم جدا السنة أولى، أول عمل قيادي تولاه عقبة ابن نافع طبعا هو فتح فزان. أول عمل قيادي تولاه عقبة هو فتح مين؟ فتح فزان. السؤال اللي بعده بيقول لي فتح نقط مدينة ودان، وده سؤال سهل وبسيط، فتح مين اللي فتح ودان؟ أيوة برافو، بسر ابن أرطأة، فتح بسر بن أرطأة مدينة ودان. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي عزل الخليفة نقط عمرو بن العاص عن ولاية مصر بينما أعاده مرة أخرى نقط. طيب طبعا احنا عارفين الخليفة اللي عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر هو الخليفة عثمان بن عفان. اللي عزل عمرو هو عثمان بن عفان، لكن مين اللي رجعه تاني؟ طبعا في اخر فصل في القصة قال لي ان معاوية ابن ابي سفيان طبعا هو اللي اعاده مرة اخرى الى ولاية مصر. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي قضى عقبة نقط سنوات في برقة ونقط سنوات يجاهد في سبيل نشر الدعوة الاسلامية. طبعا عقبة قعد في برقة كلنا عارفين 4 سنوات، وقضى نقط يجاهد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وقضى 6 سنوات يجاهد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، وده سؤال مهم برضو ما ينفعش ان انت تكون مش عارفه.
تعالوا نشوف رقم 9، بيقول لي عاد عقبة إلى مصر. طبعا عقبة بعد ما انتصر في موقعة سبيطلة رجع مصر مع الجيش المنتصر. الكلام ده سنة كام؟ قال لي الكلام ده كان سنة 28 هجرية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي مقدار الضريبة المفروضة على فزان. تاني، مقدار الضريبة المفروضة على فزان هي نقط، والضريبة المفروضة على زعماء القبائل بعد الانتصار أو بعد مقتل جورجير هي نقط. طبعا مقدار الضريبة المفروضة على فزان كانت 300 بعير. مقدار الضريبة تاني كانت 300 بعير، ومقدار الضريبة المفروضة على زعماء القبائل برضو كانت 300 بس قنطار من الذهب. 300 قنطار من الذهب. طيب بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لي اجتاز عقبة امتحانين. اجتاز امتحانين يعني نجح في امتحانين او دخل امتحانين. الامتحانين اللي عملهم له عمرو بن العاص في اول فصل خالص هما فتح طبعا الشام وفتح مين؟ وفتح مصر بالترتيب، لان الشام كانت قبل مصر. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، نقرا السؤال كده لحد الاخر عشان نفهمه كويس. بيقول لي تتشابه مدينة نقط مع مدينة سبيطلة في انهما ذات اسوار عالية. تتشابه مدينة نقط مع مدينة سبيطلة، يعني المدينة دي كانت لها اسوار عالية زي مدينة سبيطلة. طبعا معروفة المدينة دي واخدينها وسهلة خالص في اول في الفصول الاولى، هي مدينة طرابلس. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال، بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. بيقول لي اسم إفريقيا يطلق الآن على تونس. طبعا الإجابة صح. طيب رقم 2، بيقول لي رفض الخليفة عثمان بن عفان فتح إفريقيا. هل الخليفة عثمان هو اللي رفض فتح إفريقية؟ طبعا الإجابة خاطئة. ليه؟ لأن اللي رفض فتح إفريقية هو عمر بن الخطاب مش عثمان بن عفان. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي كلف عثمان بن عفان عبد الله بن سعد بفتح إفريقية وجعل له خمس الغنائم. السؤال كله صح بس فيها عندي حتة بس صغيرة، اللي هو جعل له خمس الغنائم، هل هو جعل له خمس الغنائم؟ لا طبعا هو جعل له خمس الغنائم. فاقرأ السؤال للآخر عشان ما تستعجلش وتحل الإجابة خطأ. يبقى الإجابة كده غلط، لأن الصح إن هو جعل له خمس الغنائم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي تحصن أهل مدينة طرابلس خارج الأسوار. طيب اهل مدينة طرابلس اول ما عرفوا ان عمرو بن العاص طبعا جاي لهم والفتح الاسلامي جاي لهم تحصنوا. عندك الفقرة كده بيقول لي تحصنوا داخل مدينتهم، داخل مش خارج، يبقى الاجابة دي او العبارة دي برضو هتكون خاطئة، هتكون غلط، لانهم تحصنوا داخل المدينة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ارتد عدد كبير من اهل طرابلس عن الاسلام بعد عودة عمرو بن العاص الى مصر. طبعا الاجابة هنا صح، اما اهل بركة هم اللي مرتدش منهم اي حد عن الايه؟ عن الاسلام. رقم 6 بيقول لي امد عثمان بن عفان الجيش بألفي بعير، وكلمة ألفي يا سنة اولى معناها 2000، ألفي معناها 2000، فطبعا تبقى الاجابة خاطئة. السؤال اللي بعده بيقول لي عكف عقبة على التفقه في الدين خلال سنوات الاضطرابات. يعني عقبة قاعد يدرس الدين خلال سنوات الاضطرابات بعد مقتل عثمان بن عفان. الإجابة هتبقى صح. طيب رقم 8، أو تعالوا نشوف بقى سؤال تاني كده، أسئلة صح وغلط خلصت. تعالوا نشوف سؤال تاني بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية. بيقول لي لما استبشرت القبائل البربرية بقدوم عمرو بن العاص؟ طبعا لأنه سيخلصهم من ظلم الروم وينشر العدل والعدالة، لأنهم رأوا فيه بشائر الفجر الذي سيطل عليهم بنور العدالة ويزيل ظلام الاستبداد والاستعباد.
السؤال الثاني بيقول لي: ماذا فعل عمرو بعدما وصله خطاب عقبة؟ عقبة كان قاعد في برقة، فأول ما بعت الرسالة بتاعته لعمرو بن العاص وقال له إن البربر هنا بيكرهوا الروم، عمرو بن العاص عمل إيه؟ طبعا عمرو بن العاص جهز جيشا مكونا من 4000 مقاتل وانطلق به إلى برقة. طيب السؤال اللي بعده: بيقول لي: ما الأساس الذي بنى عليه عمرو ثقته في عقبة؟ يعني على أي أساس عمرو بن العاص اختار عقبة في الفتوحات؟ طبعا على أساس مهارته وكفاءته وليس قرابته، اختاروا على أساس أنه كان عنده مهارة في الحرب مش على أساس أنه هو كان قريبه وابن خالته. السؤال الرابع بيقول لي: ما الصعوبات التي ستواجه الجيش الإسلامي للوصول إلى إفريقيا؟ الجيش الإسلامي كان عايز يفتح كل البلاد لحد ما يوصل لإفريقيا، قلنا عشان كده كان هيقابله صعوبات كبيرة جدا. إيه الصعوبات ديت؟ قلنا أول حاجة أنه سيجتاز مساحات من الصحراء، يعني هيمشي مساحة كبيرة جدا من الصحراء اللي ساكن فيها البربر والروم، والبربر والروم دول كانوا معروفين بأنهم عمرهم ما بيستسلموا لأنهم كانوا شجعان. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي: ما أسباب كره البربر للروم؟ طبعا 3 أسباب وكلنا عارفينهم. أسباب كره البربر للروم: أول حاجة كثرة الضرائب وقلة الأجور وعدم وجود قوانين توفر لهم الأمن. طيب بعد كده السؤال السادس بيقول لي: ما التغيرات التي أجراها عثمان بن عفان بعد أن تولى الخلافة؟ طبعا عارفين عثمان بن عفان لسه قايلينها دلوقتي في أسئلة أكمل. قلنا التغيرات أنه عزل عمرو بن العاص وعين مكانه عبد الله بن سعد بن أبي السرح. طيب السؤال اللي بعده كيف كانت إقامة عقبة في برقة خيرا له ولأهلها؟ والسؤال ده مهم جدا، السؤال معناه إن عقبة لما قعد في برقة كانت إقامته في برقة فيها خير له وفيها خير لأهل برقة. ليه؟ قال لي أول حاجة هي فيها خير له لأنه اكتسب خبرة بأحوال البيئة البربرية. طيب إيه الخير بقى بتاع أهل برقة؟ خير أهل برقة إنه عقبة بن نافع قدر يعلمهم أمور الدين وعرفهم أو علمهم اللغة العربية فأحبوه ولم يرتد واحد منهم عن الإسلام، وده طبعا كان فيه خير كبير لأهل مين؟ لأهل برقة. السؤال ده مهم جدا السنة أولى. السؤال اللي بعده بيقول لي: لماذا سمي جيش العبادلة بهذا الاسم؟ طبعا احنا عارفين جيش العبادلة كان عدده 10,000 مقاتل، سمي بهذا الاسم لأنه يضم الكثير ممن يبدأ اسمهم بعبد الله زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. السؤال رقم 9 بيقول لي: ما الذي شغل المسلمين عن الفتوحات؟ طبعا المسلمين انشغلوا بالفتوحات بسبب الاضطرابات الداخلية. السؤال التاسع بيقول لي: لماذا فرح عمرو بن العاص بانتصار عقبة في فزان؟ طبعا سببين: لأنه خاف أن تفشل هذه الحملة فيقضي البربر والروم عليهم داخل الصحراء، كان خايف أن الحملة دي تفشل فالبربر والروم يقضوا عليهم تماما جوه الصحراء، وبالتالي أعداؤه أعداء عمرو بن العاص كانوا هينتهزوا الفرصة ويقولوا أن هو اختار عقبة بن نافع عشان هو قريبه مش عشان هو كفاءة، فتنكتب أو تتقال بالطريقة دي تتقال، وحتى لا ينتهز أعداؤه هذه الفرصة ويقولون أنه اختاره لقرابته وليس لكفاءته. كيف تم فتح مدينة طرابلس؟ فتحت مدينة طرابلس عن طريق الشاطئ بعد انحصار الماء في أيام الجسر. السؤال اللي بعده بيقول لي: ما عوامل قوة جورجير؟ يعني إيه أسباب قوته؟ أو 3 أسباب. أول واحد أنه لديه الكثير من الجند والأسلحة، عنده جنود كتير وأسلحة كتير. رقم 2 كان التدين له القبائل بالطاعة، وعارفين معنى كلمة تدين إن كل القبائل من أول طرابلس حتى طنجة كانت بتخضع له، تدين له يعني تخضع له وتأتمر بأمره، بياخدوا الأمر منهم. بعد كده كان يبسط نفوذه وسلطانه من طرابلس حتى طنجة.